الله معكم اخوتنا الاحبة اللي عم بترفقونا عبر موجات اذاعة صوت المحبة وعبر تشاري تي في بنتلاقى نحن وياكم تنتابع سوا المقابلة العامة لأديسة البابا فرانسيس من قاعة البابا بولس السادس بحاضرة الفاتيكان أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، صباح الخير. الأربعاء الماضي تأملنا في يسوع نموذجاً للبشارة، وفي قلبه الرعوي المنفتح دائماً على الآخرين. اليوم سننظر إليه معلماً للبشارة. لننظر اليه اليوم واعظا في مجمع بلدته الناصره قرا يسوع مقطعا من النبي اشعيا ثم فاجا الجميع بعزه قصيره جدا وبجمله واحده فقط قال اليوم تمت هذه الايه بمسمع منكم هذه كانت عظه يسوع هذا يعني انه بالنسبه ليسوع يحتوي هذا المقطع النبوي على جوهر ما يريد ان يقوله عن نفسه لذلك في كل مره نتكلم فيها عن يسوع يجب ان نعود الى بشارته الاولى لنرى لماذا تقوم يمكن ان نجد فيها خمسه عناصر اساسيه. اولا الفرح. اعلن يسوع روح الرب علي لانه مسحني لاعلن البشرى الساره للفقراء. اي انها بشرى سرور وفرح. البشرى السارة لا يمكننا أن نتكلم على يسوع بدون فرح، لأن الإيمان هو قصة حب مدهشة يمكن أن نتشاركها. أن نشهد ليسوع ونعمل شيئا للآخرين باسمه يعني في طرقات الحياة أننا نلنا عطية في غاية الجمال. لا تكفي اي كلمه للتعبير عنها ولهذا عندما ينقص الفرح بشاره الانجيل لا تصل لانه الكلمه نفسها تقول ذلك بشره ساره بشره فرح المسيح الحزين يمكن ان يتكلم عن امور جميله جدا ولكن كل كلامه عبث ان لم تكن البشره التي ينقلها ساره قال أحد المفكرين: المسيحي الحزين هو مسيحي بائس. لا تنسوا ذلك. النقطة الثانية هي التحرير، تخلية السبيل. قال يسوع إنه أرسل ليعلن للمأسورين تخلية سبيلهم. هذا يعني أن الذي يبشر بالله لا يمكنه أن يبحث عن أتباع. ولا يمكنه ان يضغط على الاخرين، بل عليه ان يخفف عنهم، لا يفرض اثقالا، بل يرفعها عنهم، ويحمل اليهم السلام وليس الشعور بالذنب. بالتاكيد اتباع يسوع يتضمن الزهد والتضحيات، وعموما ان كان كل شيء جميل يتطلب ذلك فكم بالحري واقع الحياه الحاسم ولكن الذي يشهد للمسيح يبين جمال الهدف اكثر من التركيز على تعب المسيره ربما حدث اننا تكلمنا الى احد على رحله جميله قمنا بها مثلا تكلمنا على جمال الاماكن وما رايناه وعشناه ليس على الوقت اللازم للوصول الى ذلك المكان ولا على صفوف الانتظار في المطار وهكذا فان كل بشاره تليق بيسوع الفادي يجب ان تحمل التحرير الى المستمع مثل بشاره يسوع يوجد فيها فرح اليوم لانه جاء ليحرر النقطة الثالثة هي النور قال يسوع انه جاء ليحمل الى العميان عودة البصر من المدهش انه في الكتاب المقدس باكمله قبل مجيء المسيح لا نجد قط شفاء اعمى كان ذلك في الواقع من العلامات الموعودة التي ستاتي مع المسيح لكن الشفاء هنا لا يعني فقط الرؤيه الجسديه بل النور الذي يجعلنا نرى الحياه بطريقه جديده هناك مجيء الى النور ولاده جديده تحدث فقط مع يسوع وان فكرنا في ذلك فهذه هي الطريقه التي بدات بها حياتنا المسيحيه بالمعموديه التي كانت تسمى في العصور القديمه الاستناره واي نور يعطينا يسوع نور البنوه هو ابن الاب الحبيب الحي الى الابد ومعه نحن ايضا ابناء الله الذين يحبنا الى الابد على الرغم من اخطائنا وعيوبنا، وبذلك الحياه لم تبقى تقدما اعمى نحو اللاشيء، ولا هي مساله قضاء وقدر او حظ، وليست شيئا يعتمد على الصدفه او النجوم، ولا حتى على الصحه والمال، بل تعتمد الحياه على الحب، حب الاب الذي يهتم بنا بابنائه الاحباء. كم هو جميل ان نشارك هذا النور مع الاخرين. هل فكرتم ان حياه كل واحد منا حياتي وحياتك وحياتنا هي علامه محبه ودعوه الى المحبه؟ انه امر رائع، لكن في كثير من الاحيان نحن ننسى ذلك امام الصعوبات والاخبار السيئه. وحتى امام روح الدنيا والطريقه التي فيها نعيش بروح العالم وهذا امر سيء. الجانب الرابع للبشاره هو الشفاء. قال يسوع انه جاء ليفرج عن المظلومين. المظلوم هو من يشعر انه مسحوق سحقته الحياه بامر ما امراض او تعب او اثقال في القلب او احساس بالذنب. او اخطاء ورذائل وخطايا نشعر اننا مظلومون من ذلك لنفكر مثلا بالاحساس بالذنب كم منا تالم من ذلك الامر لنفكر قليلا بالاحساس بالذنب لهذا الامر وذاك وما يظلمنا قبل كل شيء هو ذلك الشر الذي لا يستطيع اي دواء أو علاج بشري أن يشفيه وهو الخطية وإن أحس أحد ما بالذنب لأمر صنعه فإنه سيشعر بالسوء لكن الخبر السار هو أن هذا الشر قديم الخطيئة التي تبدو أنها لا تقهر مع يسوع لم يعد لها الكلمة الأخيرة يمكنني أن أرتكب خطيئة لأنني ضعيف كل واحد منا يمكنه أن يصنع ذلك، لكن الكلمة الأخيرة ليست للخطيئة، الكلمة الأخيرة هي يد يسوع الممدودة التي تقيمنا من الخطيئة. قد يقول قائل: يا أبتي متى يعمل يسوع ذلك؟ مرة واحدة فيجيبه لا، ويسأل مرتين يجيبه لا، ويسأل ثلاث مرات فيجيبه أيضا لا. إنه يفعل ذلك دائما في كل مره تكون فيها بحاله سيئه تكون يد الرب يسوع ممدوده لك علينا فقط ان نتمسك به ونتركه يحملنا الخبر السار هو ان هذا الشر القديم مع يسوع لم يعد له الكلمه الاخيره الكلمه الاخيره هي يد يسوع الممدوده التي تحملك الى الامام يسوع يشفينا من الخطيئه دائما وقد يقول قائل كم علي ان ادفع مقابل الشفاء يجيبه لا شيء هو يشفينا دائما ومجانا وهو يدعو جميع المرهقين والمثقلين الى ان ياتوا اليه لذلك مرافقتنا لاحد ما الى اللقاء بيسوع هو ان نذهب معه الى طبيب القلب الذي ينعش الحياه من جديد ونقول له اخي اختي أنا لا أملك إجابات على مشاكلك الكثيرة لكن يسوع يعرفك ويحبك ويمكنه أن يشفيك ويهدئ قلبك من يحمل أثقالا هو بحاجة إلى ملاطفة إلى مسح ماضيه نسمع كثيرا هذه الجملة أنا بحاجة إلى أن أشفي ماضية والى ملاطفة والى مسح ذلك الماضي الذي يثقل كاهلي، وهو بحاجة أيضاً إلى مغفرة، ومن يؤمن بيسوع يكون عنده هذا بالتحديد ليعطيه للآخرين، قوة المغفرة التي تحرر النفس من كل دين. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا هذا، الله ينسى كل شيء، قد يسأل أحد ما كيف يحدث ذلك؟ نعم هو ينسى كل خطايانا. ولا يتذكر منها شيء. الله يغفر كل شيء لانه ينسى خطايانا. علينا فقط ان نقترب من الرب يسوع وهو يغفر لنا كل شيء. قد يقول قائل يا ابتي انا اصنع دائما الامور نفسها. وهو ايضا سيصنع دائما الامور نفسها. فيغفر لك وسيعانقك من فضلك. لا يكن عندك شك في ذلك هكذا نحب الرب يسوع من يحمل أثقالا وهو بحاجة إلى ملاطفة وإلى نسيان ماضيه وبحاجة إلى المغفرة فليعلم أن يسوع يصنع ذلك وهذا ما يعطيه يسوع تحرير النفس من كل دين الكتاب المقدس يتكلم على سنة فيها تحرير من ثقل الديون سنة اليوبيل سنه النعمه وكانه اخر جانب من جوانب البشار في الواقع قال يسوع انه جاء ليعلن سنه رضا عند الرب لم يكن يبيلا مخطا له لكن مع المسيح تاتي دائما النعمه التي تجعل الحياه جديده ومدهشه يسوع هو اليبيل يبيل كل يوم وكل ساعه الذي يقترب منك لكي يلاطفك ويغفر لك بشاره يسوع ان تحمل دائما دهشه النعمه الدهشه التي تحملك لان تقول لا استطيع ان اصدق لقد غفرت خطاياي كم هو عظيم الى هنا لأننا لسنا نحن الذين نقوم بأمور كبيرة بل نعمة الرب يسوع هي التي تعمل أمورا غير متوقعة حتى من خلالنا وهذه هي مفاجآت الله الله معلم المفاجآت يدهشنا دائما وينتظرنا دائما نحن نصل اليه وهو ينتظرنا دائما الانجيل نسير معه بشعور الاندهاش والشعور بان كل شيء جديد وله اسم هو يسوع هو يساعدنا لنعلنه كما يريد ان ننقل الفرح والتحرير والنور والشفاء والدهشه هكذا نوصل يسوع الى الاخرين اخيرا هذه البشرى السارة كما قال الإنجيل موجهة إلى الفقراء. ننساهم كثيرا، ومع ذلك هم الهدف الذين ذكرهم صراحة، لأنهم المفضلون عند الله. لنتذكرهم ولنتذكر أنه كي نقبل الرب يسوع على كل واحد منا أن يصير فقيرا في الداخل. أن يتغلب على كل ادعاء بأنه يكفي نفسه بنفسه لكي يدرك أنه محتاج إلى النعمة ومحتاج إلى الله دائماً إن قال لي أحد ما يا أبتي ما هو الطريق الأقصر لألتقي بيسوع سأجيبه كن محتاجاً كن محتاجاً إلى النعمة ومحتاجاً إلى المغفرة ومحتاجا إلى الفرح ويسوع سيقترب منك شكرا دائما نختم لقاءنا مع البابا فرانسيس بالبركة الرسولية فليبارككم الله القادر على كل شيء الآب والابن والروح القدس آمين كنا معكم اخوتنا الاحبه مشاهدي تشاريتي تي في ومستمعي صوت المحبه عم يعني نستمع سوا لمقابله العامه لأديسة البابا فرانسيس من قاعه البابا بولس السادس اللي بعده عم يتكلم فيها مثل الاسبوع الماضي عن موضوع البشارة بنودعكم بنبقى نحن وياكم مع البرامج المعتادة لا تشاريتي تي في وصوت المحبة الله معكم